من جهته هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح في كلمة له بالحفل نيجرفان بارزاني بمناسبة تسنمه منصب رئيس إقليم كردستان، وقال إن من الأهمية الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز نصره على الإرهاب، وضرورة أن يكون الدستور هو الفيصل في حل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل، داعين الجميع إلى حماية المكتسبات والتحديات لضمان المستقبل. أنها مناسبة تاريخية مهمة أن نجتمع هنا في أربيل عاصمة إقليم كردستان لنشارك في مراسيم تنصيب الأخ العزيز كاغنيتشيرفان رئيساً لإقليم كردستان. كردستان تمثل تجربة مهمة، قوة كردستان قوة للعراق، قوة بغداد وقوة البصرة قوة لكردستان. هذا هو المنطق الذي يجب أن نستند إليه في تعاملنا، ونتمنى من أخينا نيتشيرفان الذي له التجربة الطويلة في حكومة الإقليم وأيضا له العلاقات الواسعة والمتشعبة، نتوقع منه ونتوسم فيه كل الخير في تعزيز العلاقة بين الإقليم وبغداد.